السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دي نسخة ستيبل ديفيجن لكن متسطبة على الكمبيوتر بتاعي. فهنا كتبنا البرومت اللي احنا عايزينه، تمام، وهقول له ميك ايمج، اعمل لي صورة. فبيبدأ يحول الصورة. الميزة اللي فيه ان انت هتلاقي خصائص كتيرة جدا للصور، ان انت مثلا تقدر تختار بالظبط الايمج سايز، وبصورة سهلة مش هتقعد تكتبها. وهنا المودفاير كتير، حاجات خاصة مثلا بالفيجوال ستايل، حاجات خاصة بالكالر، حاجات خاصة بالارتست، وفي ميزة ان انت ممكن تقول له ان انا عايز استثنى حاجات، يعني في كلمات تستثنى من النتيجة اللي هتطلع. سيتنج هنا بتلاقي الزيمس خاصة بالموقع، هنا ممكن تخليه لايت مثلا زي ما انت عايز، ممكن تشغل فكرة الاوتو سيف او صف لوكيشن هتسيف فين لو في صوت، كل الامكانيات دي تقدر تشتغل عليها. طيب ده الموقع اللي انا سطبت منه، تمام، هسيب لكم الرابط. وهنا بشرح لك الاوامر بتشتغل ازاي.